انا رفضت اتكلم لما كانت ندوة وبنتكلم على الفن الجيد والفن الرديء، فراحت صحفية سألتني: انت عشان كده رفضتي تعملي ام محمد رمضان؟ قلت لها، وكان النتيجة انه شتمني وبهدلني، لكن انا رفضت دور، ماليش دعوة بالشخص، انا رفضت الدور وهذا حقي، انا ممثلة من حقي اقبل دور وما اقبلش دور، فانا ما قبلتش الدور، ماليش دعوة بالشخص، هو خدها على نفسه وزعل، هو حر، لكن انا ما تعرضتش له ولا جبت سيرته في حاجة، انا قلت بعتذر عن الدور بس. و يعني هو كل ممثل حر في الادوار اللي بيعملها، كل واحد حر في النماذج اللي يقدمها، كل واحد حر يعتذر عن اي عمل ما يعجبوش، فانا كان من حقي اعتذر عن عمل ما عجبنيش. حضرتك بتقولي انا رفضت الدور ما رفضتش الشخص، أيوة. فده معناه انك مش معترضه على شخص محمد رمضان كممثل. لا لا، انا معترضه على الدور، انا ما خلفش بلطجي، لكن لو جالك دور كويس مع محمد رمضان في رساله حضرتك توافقي؟ اعمل